السؤال الأول، هل دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام واجبة على المسلمين، وكيف يمكن تحقيق ذلك؟ نعم، الدعوة إلى الله لغير المسلمين واجبة، ودعوا إلى ربك ودعوا إلى سبيل ربك. هذا غير المسلمين، المسلمين قد دخلوا في الإسلام يحتاجون إلى مزيد من الخير، وأما الكافر هو أشد الناس حاجة إلى هذا الشيء، وأمرهم حاجة إلى أن يدعى ويبصر بلغته التي يعرفها أو بالترجمة إذا كنت لا تعرف لغته. هذا فالمشركون من عباد الأوثان ومن النصارى ومن غيرهم، حتى اليهود إذا أمكن أن يدعوا إلى الله دعوا إلى الله، حتى الشيوعيون إذا أمكن بالحكمة والكلام الطيب، هذا مطلوب. فجميع أهل الأرض من جميع الكفرة كلهم يجب أن يدعوا إلى الله إذا تمكن الداعي إلى الله وصار عنده قدرة على ذلك. وجبت الدعوة إلى الله لهؤلاء الذين هم كما يدعى المسلم إلى الله فيما جهل أو فيما تخاخل فيه.